السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي ديلور، يعني ديلور وين شاف روحو محقور في ليكيب ناسيونال، شاف تكتلات ضده، نقولها ونعاودها نحقر، وشاف تكتلات خاطش مكاش واحد راه جاهز يعني في المنصب تاع تاع ديلور، مكاش واحد راه جاهز. انا تبلي بلي ديلور قاعدو لي ناف يديرو في لاغوش ولا في لادروات، يجو في لاغوش ولا في لادروات عنده. بكل احتراماتنا لهاد اللعبة، واللي ما يحترمش روحو حنا فيك ما نحترموش، يربح لي راه حاسها في ظهرو راني عليه متالي كاع. وين نقولوا بلي ديلور وين يوجه رسالة قوية إلى المدرب قبل إعلان عن القائمة. حنا وين شاهدنا بالقبلة وين الناس قلع سروالو، ذوك اللي مداري اللي يقلعوا سراويلهم في اليوتيوب، هذوك كاع الناس دافعت تعليق خاطش قلع سروالو، خاطش هذوك مداري عندهم قالوا إلا نهضروا على رجال، ما نهضروش على واحد يعني سروالو مرخوف. هو مرخوف، انتوما بالقبله قلع سروالو خرجتو كاع دفعتو ليه، هذاك الغايطان عقل قال لهم هذه نورمال، قال لهم في البيستيال يزلطوا رواحهم في البيستيال بيناتهم، احنا ما شفناهاش. هذاك بول حياة قال لهم كيما هذه حاجه عاديه عند لي زوروبيا، كيما انت مي قلع سروالك عادي كاع، كل ليله تهز عرش الرحمن، كل ليله تهز عرش الرحمن عادي عندكم، نورمال خويا، عادي ما كاش كاع مشكله. عرفتوا كيفاش مشاكل عندكم؟ مشكله يعني مشاكل في اللي واحد يكون سيبر بصح، ما عندكمش مشكله مع واحد يهود سرواله، خاطش كاع مهودين سراويلكم. بالقبله السماح نورمال هكاش مشكل، خاطش على ما شفناكم انتوما في هذا تاع اليوتيوب، هذا خسرتو ديك الجمعيه تاع مخنثين اللي راهم بينسوا الشعب، لاعبين طايحين على 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 بشيخ. تربح روح طايح نسب على بشيخ، يا وجيبوا لنا الادله، وين راه الادله؟ قلتو كاين ادله؟ لا اعطونا ادله، قلتو كاين ادله ورانا مقنوعين وقنعونا، ومن وين قنعوكم؟ كاين قناع وين؟ في الطواليت قنعوكم، اعطونا ما تهضروا الناس على بالشيخ، بالشيخ نعرفوه حنايا من بكري نعرفوه هضرته، اعطونا الادله تاعكم، روحوا للفيفا قلبوا انفرتين وقولوا له كيف احنا بكينا ورقصنا وغنينا وانت يا عينت قاسمه، روحوا انتوما. وين اندي ديلور وين يوجه رساله قويه الى المدرب قبل اعلان عن قائمه الخضر. أنا تبلي بلي أندي ديلور صح، كل يوم نزيد نتأكد، يعني رغم أن على بالنا بلي الناس نجحت يعني في إزاحة كل من يزعجهم في الأماكن، كيسيبوا بالتهديد يطيحوا عليهم يطردوهم من ليكيب ناسيونال. أنا نهار الأول قلت لكم جماعة لابيسين هي اللي طردت ديلور، وهما اللي طردوا طوبة، خاطش على في لي زونترينمون يشوفوا بلي طوبة خير منهم، بغاو يطردوا طوبة كشف المؤامرة، كشف المؤامرة طوبة، ضرب كشفها صحيح، طوبة انكشفت نورمال، ضرب لك شي يصلوا لربي باش طوبة يتبليسها، هذا مكان ولا ما يعيطولوش، يقولك لا خليه يشوف مع النادي تاعو، ما بغاش يخسر له المفاوضات، هذه هي. وين اندي ديلور يعني في رسالة واضحة إلى الناخب الوطني قبل مواجهة المنتخب تنزانيا وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا، حيث وصل ديلور صناعة الحدث مع نادي نيلز الفرنسي الذي انتقل إليه في الانتقالات يعني السابقة قادما من نادي مونبيلي، وتمكن المهاجم أندي ديلور من تسجيل هاتريك في ظرف قياسي والذي سيدخل به التاريخ، والذي كان في 7 دقائق، كما طلبت العديد من الجماهير الجزائرية لكرة القدم من أجل من الرجل الأول في كتيبة الخضر
إعادة ديلور إلى المنتخب الوطني بعد تألقه الأخير الذي لفت انتباه مناصرين الخط، خاصة أن اللاعب يتواجد في أفضل أحواله ووضعيته البدنية أحسن من قبل كما قدم أول مرة إلى المنتخب الوطني عام 2019 في كان يعني بمصر، يعني في مكان هاريس بالقبل الذي قام بعمل غير أخلاقي والذي كان سبب الوحيد في تواجد ديلور في ذلك القائمة. يعني ديلور يوجه يعني وين وظهرت يوم الجمعة السابق النجم نادي نيس الفرنسي في فيديو له عبر ستوري انستغرام يعني عبر صفحته الرسمية، يقول بعبارة 1-2-3 فيفا بوزلوف، وهذا احتفال بعدما تمكن من تسجيل هاتريك في مرمى نادي ريمس ضمن الجولة الأخيرة من الدور الفرنسي. إشارة في يعني في آخر تصريح لأندي ديلور بخصوص قضيته مع المدرب قائلا: الجزائر بلد وأنا في انتظار دعوة من الخضر. الجزائر أنت إلا عندك، أنت إلا عندك مشكلة، إلا عندك مشكلة مع ديلور. إحنا ما عندنا تمش، أنا واحد نهدر على روحي، أنا ماذا بيا ديلور أحسن من هذو اللي زاتاكو اللي راه خير من البونجيع، خير من سليماني، خير كاع هو ضروك راه مليح. هنا بانت بلي نتا عندك مشكلة معاه، نتا اللي خطرنا علي سميتو لنا زورو قلت لنا لا أنا خاطيني، أنا مشكلة معاكم نتوما لا تقبلوه. شكون هما؟ كاين جمعية تاع مخنثين، كاين جمعية تاع مخنثين، كاين ذاك بوكلبا، هما لم يهضروا ديلور، كانوا رادين ديلور ابو الوطنيه. من بعد ديلور هو اللي دخل فرنسا من 1830 هو اللي دخلهم، ديلور هو اللي دخلهم. ديلور في 56 هو اللي جاب بابور تاع سلاح من مصر فاسد، ديلور هو اللي جاب، هو اللي شرا، هو اللي كان ماك شرا، كان مصري في ماك ديلور. ديلور جاوري على بالك بلي كان قادر، بلي على بالك هي يا ودي تاع كون اقول كان ديلور، شو لو كان ديلور ولعبت غير بخطه تاع 4-4-2 والله يا الكاميرون هنا الا دات ربعه نورمال، تدي ربعه نورمال مع اللي احنا لعبنا لي روتري بكرات طويله عرضيات كبار طوال، ولينا من الصوت نلعبوا على راس تاع نحوسوا على بلايلي ولا نحوسوا على سليماني ولا نحوسوا على كره طائشه طيح في الكاري يدبروها يدخلوها. لعب تاع بكري هماجي، كان ديلور في ماكن غادي يمركي يلعب براسه ويلعب بكراعه، يلعب براسه وبكراعه لا غالب عادية. احنا ماذا بينا ديلور، انا واحد من الناس ماذا بيا ديلور خاطر على نحوس على الربحة تاع المنتخب الوطني الجزائري. ماشي قضية لازم تبغي مدرب باش انت تولي وطني، خاطر علاه خرجوا علينا واحد البكايات راهم يبكوا دروك يشوفك باللي انت وطني كي تقول تحيا المدرب، انت راك وطني. وإلا قلت باللي المدرب راه غلط انت ما راكش وطني. تما المعيار تاع حب الوطن مع المدرب، لازم تبغي المدرب باش تولي وطني مع الناس هادو. مع جمال بالماضي لازم تولي تعشق في جمال بالماضي باش تولي عندك روح الوطنيه. كارت يعني باللي خدمت عامين تاع لارمي، يعني كلش يعطوك، كلش يعطوك امتيازات، يعطوك سكنة، يعطوك كلش. كي تولي كي تقول باللي بالماضي خط أحمر ولا كلنا جماعة بالماضي، تما يعطوك كاع صوالح، يعطوك كلش، يعطوك كاع امتيازات. تولي تخلص 8-10 ملايين في الشهر، يعطوك فيلا، يحزروك هذه يحزروك، يعطوك لوطو، يعطوك باسبور أحمر، تما غير يقول كيما هكا، قول كيما هكا تولوا وطنيين. اللي خاصو باسبور احمر يقول هذه الكلمه يولي بصح. الا قلت باللي هذا المدرب فشل، انت لا، انت لا،
مع الجماعه تاع جمعيه تاع مخنثين عاودي تولي خائن يا ودي، والله واحد ما يقلع حالي من راسي يا ودي.